اسمي شفاء موسى المومني، عمري 25 سنة، بدرس ماجستير فيزياء في جامعة العلوم والتكنولوجيا. سمعت عن منحة الإيديوسيريا عن طريق تكيت أم علي، خبرونا فيها عن طريق التليفون، وحكولنا إنه في اجتماع في جامعة العلوم والتكنولوجيا. طلعنا حضرنا الاجتماع، خبرونا في الاجتماع طريقة التقديم للمنحة، وقدمنا للمنحة والحمد لله تم قبولي فيها. بعتقد إنه هاي المنحة رح تكون مهمة بالنسبة إلي، لأنه أنا حلمي دائما أكمل دراستي، فهي فتحت لي الطريق، إنه كونه أنا ما كان عندي المقدرة إنه أكمل دراستي في الوضع الحالي، فهي كانت بداية طريقي للوصول لحلمي اللي أنا بتمناه. من خلال هاي المنحة رح يتغير أشياء كتير في حياتي. أكثر إشي رح يتغير إنه بدل ما أضل أنا في نفس المستوى اللي أنا فيه، رح أرتفع على مستوى أعلى أنا كنت بتمناه وبطمح إله دايما. مش رح أضل واقفة مكاني، رح أحقق جزء من الأمل والطموحات والأحلام اللي أنا بتمناها. لما سمعت خبر قبولي في المنحة، شعوري كان يعني لا يوصف. كنت كتير مبسوطة، كنت دايما بتمنى إنه بحكي إنه بيني وبين حالي بتمنى إنه أنقبل في هاي المنحة، مع إنه أحيانا كانت تجيني لحظات ضعف إنه ممكن لا ما أنقبل فيها، بس عن جد شعور ما بينوصف، كتير كتير حلو. حلمي الوظيفي إنه أكون دكتورة في يوم من الأيام، بدرس في جامعة من جامعات الأردن أو برا الأردن، مشان المعلومات كلها اللي موجودة عندي واللي أنا تعلمتها طول حياتي أقدر أعطيها للطلاب وللناس اللي هي محتاجتها. بحب أوجه رسالة لنفسي بعد 5 سنين، إنه قاعدة في حياتي أنا ما أخذتها، إنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، إنه دايما لو شو ما واجهتنا صعوبات في الحياة لازم إحنا ما نيأس من جواتنا، يضل عنا أمل، يضل عنا طموح، نضلنا مؤمنين في الإشي اللي بدنا نوصله لو إيش ما كانت المعيقات اللي رح تواجهنا في طريقنا.